تعالوا بقى نشوف الاخبار. البدايه منين؟ البدايه من نادي الزمالك اللي بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهه الداخليه. الخبر نصا بيقول اختتم اليوم فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراه الداخليه المقبله في مسابقه الدوري الممتاز. ويستعد الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك لمواجهه الداخليه المقرر ليها مساء غد الاحد ضمن منافسات الجوله 31 للدوري الممتاز المصري. ايضا الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا للداخليه. انتظم الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق اليوم السبت استعدادا لمواجهه الداخليه في منافسات بطوله الدوري المصري الممتاز. طيب جوميز يطالب لاعبي الزمالك باستعاده الانتصارات امام الداخليه. حذر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك لاعبيه من التهاون في مباراه الداخليه المقبله بالدوري لضمان استعاده الانتصارات بعد التعادل مع بلديه المحله في المباراه الماضيه. ايضا خبر من عند جوميز اللي بيدرس الداخليه الوقوف على نقاط القوه والضعف. جهاز الزمالك قرر دراسة فريق الداخلية بشكل جيد للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل مع بلدية المحلة. ويمكن كل مباراة جهاز الفني بيشتغل معاها على حدة، كل مباراة ليها تجهيزاتها وكل مباراة وليها شغلها. فيمكن لو مباراة كاس فأنا بستعدلها بطريقة معينة، السكواد بتاعي بيبقى كله أساسيين، بقى مركز إنه مفيش نسبة ولا 1% إن مباراة تروح مني. مباراة الدوري مهمة طبعا، ولكن مع إنه أنت خلاص عرفت إن الدوري مش معاك، فيها إيه بقى لما أبقى عارف أنا عايز إيه من المباراة؟ عايز إيه؟ أول حاجة أنا عاوزها في مباراة زي دي 3 نقاط. بعد ال3 نقاط أفكر الدفع ببعض من الناشئين او من اللعيبه اللي انا عايز احسم مصيرهم مع نادي الزمالك. هيقعدوا مش هيقعدوا، هيمشوا هيطلعوا اعاره، هيجوا لي تاني. جبنا صفقات في الميركاتو اللي فات، في جزء منها ما ظهرش لسه وما خدش فرصه. اللعيبه الناشئين لسه محتاجين ياخدوا فرص اكتر لانه محتاجين يثبتوا نفسهم.